السلام عليكم. بالضبط الآن والحكم الكاميروني اليوم لا يمكن اشتراك في القناة وحكم مني الذي لا يستمر معكم البث بدون تصوير وتوقف الجمهور المصري بصفة عامة ومشجعي النادي الأهلي بكل مكان بصفة خاصة. المباراة المنتظرة بين الأهلي والحكم الكاميروني في الدورة الخامسة لدور المجموعات في دوري الأفريقي أفريقيا حيث يصل النادي الأهلي للمباراة رفع الشعار جديد عن الفوز للحصول على الثلاث نقاط لتحقيق موقفه في دوري المجموعات بالبطولة بعدما عقد موقفه بخسارة من فريق سان داونز في المباراة السابقة بهزيمة مذهلة حيث انتهت المباراة بفوز سان داونز بنتيجة 5-1. من المقرر أن يستضيف فريق الكاميروني النادي الأهلي في الجولة الخامسة في دوري المجموعات وذلك اليوم في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت جدة المغرب، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وأعلنت مجموعة قنوات في أمور عن قيامها بنقل المباراة على الهواء مباشرة وذلك بتبث الناقل الحصري لمباريات البطولة وأرض وضع اللايف.